تعال تحسن مع العراق حاول. لا تعطي مجال، لا تعطي مجال، ضوف على ضوف على يا ابو علي ابو يو. في اليوم الخمسين كلنا عرفنا ان الجلسه يو ما دام يفتي. شوف اه بس شفتوا المشكله مو في الجلسه. ابشركم ان الله صلى الله عليه. المشكله ما يعرف. ابشركم ان الله صلى الله عليه. لا بس انا ما يطمني قلبي عليك يا ابو محمد. هذا الشيء كنتكم طالع ثاني شوية. اي والله كان حال عساكم طيبين. هلا هلا جاي ان شاء الله. يقول طالع ثاني والله مصاب. يعني مش عارف والله ونعم. كيف الحال؟ كيف الحال؟ هلا وغلا كيف الحال؟ عساك طيب. مرحبا الف كيف عساكم طيبين؟ عساكم بخير. الله يسلمكم علومكم. عساكم بخير. اخباركم؟ الله يسعد هذا اللي يجيه. اخباركم؟ صادق فيه والله نحفاني. والله ان كان يكلم طيب طولنا يعني صدق مشتاق لعيشتهم طيبه على ذا الخشب. والله عشان والله عمري انك اكثر شخص فرحنا به من دخلنا الطيب. هرمنا هرمنا هيا هلم الى المطبخ. لا لا خذوا حق قهويك اول. فيها قهوه؟ اجل تعالوا قهوه اكيد قوي. معنا حلا نبغى نضبطك على طول. يا تعالوا معي حلا بضبطه بعد شويه. يبدو ان النما صرتها بس اثرت الصوت. يلا حيهم يا هلا. كيف حالكم؟ طيبين؟ ابو جابر وين؟ ابو جابر بيجي محلك محلك محلك. انا هلا يا مرحبا ابو مسلم. الله يسلمكم علومكم. ارحب يلا حي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسعد بالوجه. الله يسعد هذا الوجه. كيف حالكم طيبين علومكم؟ ساكم بخير. اول شيء عرفنا عليك ونعرف وانا بدنا نعرفك علينا بعد. طبعا اخوكم بدنا بالشهري. ونعم والله. عليكم زيد. الله عليكم زيد. وصراحه اني سعيد بتواجدي معكم للامانه. انا احب الشغله اذا عادت زي ما يقولون بساط احمدي. بساط احمدي والله. والله بساط احمدي. شفت ولا لا؟ فعسى الله يحييكم ومرحبا الف واتشرف والله اني اكون معكم بالذات انت. والله الشرف لنا. الله يسعدكم في هذا اليوم. ان شاء الله كل يوم. انا شفت ناس يطبخون قبل شويه. حاولوا يطبخون. حاولوا والله جانا احنا نطبخ بس ما طبخ. حاولوا يطبخون لكن ابشروا بس الطبخ بسيط والامور طيبه. طب بالله اذا ما عليك ابره الاكلات الجنوبيه اللي كنت تسويها في المطبخ الشعبي الصغير الضايق ذاك. الله يسعدكم. تكفى ترى والله من متابعي مقاطعك. كني شفت قبل فتره سويتوا عريكه او شيء. نعم سوينا عريكه بس ما اكتمل المقطع معي ولا ابغى اشوف. احمد حنيف وبعد إيه؟ هو تعبوا الشباب في مصبع في شزمه بعد تمام. وهنا مخفي مخفي هو اللي جاب السم. ما ادري عنك يعني ما ادري من زمان. وانا سقط السم. والسم والعسل كيف سويت؟ جدي السم جايبه من البيت. اي حلو. لا جايبه من البيت. جايب من البيت. الوالد الله يبيض وجهه ما شاء الله. العسل من ثلاث ساعات في المتاجر. حلو غير صحيح. انا قبل شيء وانا اشوفكم من عبد الرحمن العزيز من عندي انا عسل جايبه اصلا غير صحيح قريب 400 راحت عصاري. نعم حلو كلمه اصلي. شوف شوف الاصلي دي تجيك صح. اصلي بعدين ب 450 ريال ما فيها 450. على العموم ما دام انكم سويتوا قهوه فانا قبل شيء قلت اتمنى اني دخلت معكم. عندنا حلا بسيط كذا بالضبط. مرحبا والله اللي مرحبا باللي يبغى يتعلم حلا. اي والله كلنا كلكم انتم والله. انت تختار عادي. انا اقول لي ليش انا ما ابغى اتعلم. الا ايش رايكم كلنا نروح المطبخ؟ قول لي ليش انا ما ابغى اتعلم. يدخلون المطبخ وناس يطالعون وكلنا بنستفيد من بعض. توكلنا على الله. يلا اجل بالقهوه بالقهوه الحلا مع القهوه. يلا توكلنا على الله. بدي اشوف ذا بس خذ تفضل راحتك. النقش الجنوبي. اي القط شوف اي هذا القط الجنوبي عندنا القط العسيري يسمونه. اي القط العسيري العسيري لو شاف عبد المحسن يمكن يعود يقول انا الاول. ها انا دي الحين
يا ما شاء الله تبارك. بس عندي كذا قبل شوي انا شفت ملاحظه، ملاحظه ما عجبتني. واحد شايفه ناقص فوق الدولاب، ناقص فوق الدولاب. اي اكني شايفه يسوي مؤدب صح؟ لا واحد 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 ما عيال. خلنا شويه بنلبس الحين ثواني. طيب ما يقصدني انا. اي لا دليل موجود. اي ما تقصدني. طيب هيا ايش رايكم تدخلون معي يا جل الشباب؟ تعالوا ندخل سوا. بسم الله. طيب بلاش انا البس، انا ما بلبسها الا اذا عدت محتاجه. والله انت وخر. طيب صلوا على النبي. رجال وخر. خلنا نختار اثنين ولا نقسمكم مجموعتين؟ انا عندي بلبس. طيب تمام. بنسوي الحلقة خفيف كذا سريع، ما بنطول فيك. هو تركيبة الحلا دائما الواحد يقول ما اعرف اسوي حلا، ما اعرف اضبط، ما اعرف كذا. حلا بسيطه انا حاولت اعده. عطل الثلاجه وفيه حاجه فوق، حاول تجيب هذه. اي استفدنا من اللي كنت ابغاه. ايوه جبها هنا الله لهينك. خلنا نشوف وش برضو عندنا موجود. تبي دجاج؟ لا ما ابي له. اي طيب حلوي خلي هذه هنا. طيب في عندي حاجة مهمة أنا ترى متضايق منها صراحة يا شباب، وإن شاء الله أنها تتعدل مع الوقت، لأنه هو فقرة تعليم وفقرة وناسة وكل شيء. المطبخ فيها أشياء سلامة مهمة، سواء من ناحية صحية، من ناحية سلامة بدنية. فما ينفع دائما أن نجلس على الطاولات اللي إحنا نقطع عليها ولا نطبخ عليها مرة. كل واحد طالع في نفسه، أنا ما يدخل. شفت ولا لا؟ من هو اللي يجلس؟ ما شفت أحد جالس. أيوة ما أدري. أنا قبل شوية ما شاء الله أنا شايف بطل ماراثون قبل شوية ما شاء الله، قفزات عالية جدا. كيف الحال؟ أنت طيب؟ عرفت الوضع؟ الله يطول وياك يا عيوني. ففي سلامة. أول شيء جلوس على الطاولات اللي زي كذا. أستاذ بندر ترى هنا ما نقطع. ان انا عارف انك ما تقطع، لكن سلامه الافران، الاجهزه، الاشياء ذي كهربائيا. برضو عندنا شيء مهم انا بعطيكم اياه، اساس مهم. الاجهزه الكهربائيه هذه حاول المويه ما تكون قريبه منها، لانها خطيره جدا. من اللي كان يقطع بصل قبل شويه؟ جميل. يا حبي لك يا شيخ. الله يسعدك. انت تقطع البصل وفي مويه واسلاك او افياش الكهرب تكون قريبه من بعض الاسلاك. احنا ما نضمن كهرباء، ممكن يجي تهريب، يجي شيء. فهذه برضو من الإشكاليات. الطاولات اللي نقطع عليها يا شباب ترى مشكلة أنك تتكي عليها. صحيح. بدأت من عندها. القفزات العالية. جدا. لا تقفز، لا تقفز. الله يسعدكم في هذا. وأهم شيء سلامتكم في كل حاجة. على العموم نبدأ. كيف تبغون؟ من اللي يبغى يشتغل معنا؟ أنا بقول لك. الله يكله. لا لا. بس أنا ولا أطبخ، رديتوني على الطبخ. طيب نقسم مجموعتين. ولا نخلي اثنين اثنين والباقين ها شو رايكم انتم؟ اعطوني العلم. قلنا البساطه احمدي اللي ودك انا ادري العيل وبجيك. بس انت كلها وسما لا حول. انا كنت اسمع توني كنت بعطيه درجه لكن للاسف راحت علي. انا والله في نيتي ترى من قبل ما ادخل اقول هذا يستاهل، بس بعلمه وبعطيه الدرجه اللي عندي. راحت ضاعت والله ما عاد معك. رح بس رح. طيب باقي في احد من الشباب نبغى نشتغل؟ طيب عندنا في عندنا فواكه بدنا نطلعها ونقطعها ونضبطها عشان نسوي. المجموعات كيف بتكون؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة كذا، الأربعة كذا خلاص. اللي باقيين بعدين نوزع على المجموعة الأربعة. هتعالوا انت هنا على الطاولة هنا الله يعطيكم العافية. على الطاولة نجلس عليها أبوه. تعال هنا الله يعافيك. ابعد عن الفرن ترى ما حد ترى ما حد تكي على الفرن الله يعطيك العافية. بدأت انه فرن كهربائي ترى. انه ماي هذا. اي. قلت احنا على الطاولة. قلت احنا على الطاولة. والله انا قلت على الطاولة. يا الله. والله انا قلت على الطاولة. ما قلت على الطاولة يعني اوقف على الطاولة. طول ذا يتعبني يا اخي والله. ها. والله اني قد اتكلمت لك اقسم بالله ما استمتع بجلسات النهي. على الطاولة. يا أخي تبغى تبغى العلم. بس ما ودنا أحد يسمع. والله كلنا. طيب طلعتوا ال. أيوة طلعوا الفواكه ذي تغسلونها يا شباب وحاول تقسمونها. ما في صحن كبير شيء. أعطونا صحن. حلو. هناك عند الربع. ضبطوها طلعوا لنا صحن. نبغى نضبط حلا في ثلاث دقائق. شوي ثلاث دقائق في الصحن.
صحن ايش؟ الحين اعطونا زي الصحن ذا فيه موجود هاي طلع يلا انت اسعده ايوه جيب هذه هنا ابعدها هنا خلنا نضبطها هنا يعجبني هذا السفري في واحد سفري يعجبني دائما يغسل على طول بالعلبه يخوش على كذي طيب لا ما نبي البصل الله يعطيك العافيه ما مطبخ مضغوط الله يسعدك ما في كبسات ترى حلا 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 الله يعطيك العافيه ايوه مضبوط حط لنا بالصحون شوفوا لنا صحون زي هذه تمام جيب التوت وجيب الفراول حطها في صحن لحالها كم توت حطها كلها لا كلها كثير يا رجل بالعافيه بس اخلصها عشان اسوي لها الله يوفقك يعني تاكل تراني طالبك طيب تمام بس يا اخوي انا بكلمك في شيء اي كان قول لي حياكم الله ومرحبا الف يلا حيه يلا حيه طيب حطها هنا طلعونا السكين وضبطوه لا 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 اروح اجيب السكين انا هذه طيب هذا خلاص لا يحط مويه وملح يحط مويه وملح الله يوفقك هذا اليوم انت بتنقع انت ولا ايش بتسوي؟ داخلها ايش؟ حشرات انا جايني فوقي من الفرن لا لا, لا 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 يا من اللي قال؟ انا سويت الحركه بعد لا هذيك متعفن الله يعطيك العافيه سويت الحركه والله سويت طلع حشرات والله طلع عمور قول لا اله الا الله يا الله اي والله حتى التوت فتح وين التوت؟ كبه هنا اي الله يوفقك يا سلام هاي حتى هنا علمتك يا عايض ما علمتك ما يا رجل جيل الموضوع بسيط ترى هو صادق ترى بس انه ما ينفع مع الخضروات ترى ما هو مع الفواكه قطع اصلا كبار طيب تمام ايش اللي وين وصلنا احنا؟ ايوه تدري هذه ايش ابغى مربعات صغيره تقدر تقطعها وش هذه؟ اي الخوخ لو نقطع مربعات صغيره حاول تطلعه صح اشوف كيف تقطع الخوخ هو فيه في النص شيء في النص شنو اللي في شيء اللي هو العجب العجب الله يعطيك العافيه اكلتك بذره يعني هذا هو تاخذها طريقه طوليه حلو يا سلام تفك حاول تطلعها حلو 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 ما شاء الله عليك ها قصرها مربعات بس نوخر ذي ولا ما اتعب التقطيع هذا سلام الرحمن دقيقة شفت حركة من عنده الكيوي لا الكيوي بنقطعه تقشير بنقشره خلنا نشوف السكينة نشوف عجب عجب بذرة عجب يا رجل حلو اسمها بذرة انا بوريك طريقة تقشر سلام الرحمة ملح غزة ملح قبل شوي عرح بوي ما راح ابلل كيف الحالة عساك طيب الله يسلمك كيف طلعت قلنا ما يدنك تعرف تطبخ نقع فيما الله يصلح رصها ملح لك بس صامله جميل هذا بيدقع الرجال هو من يوم سوا جلسه شاي وانا غسل يدي لا حول خلينا ناخذ لنا مقطع اعطني هاي خذها امسكها في يدك المفروض ان انا اخذ والله اي والله دقيقه دقيقه لا 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 دقيقه اشتكني دقيقه بصوت احمد زي كذا دقيقه وين لا لا مو بكذي الله يوفقك الله ابي بعلمك انا بطريقه بعلمك بطريقه بعلمك بطريقه طيب ناب تتقطع اصلا مرق عنها سن احكم يلا انقلب هذا الف وحيد دقيقه احنا عندنا مشكله الحين والله مربعات صغيره لا خلاص اجرب حبه ولا تكثر لا تكثر الله يوفقك في هذا اليوم خلاص كثير تمكن روح عند الشباب انا بوريك مضبوط في فاين فاين انا ديلي وين وصلتوا؟ لا 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 يا مشعل خلوهم يقطعون خلوهم اشوف اي والله يوفق شفت 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 نفس تقطيعة البصل ذكرني فيك بعدين اعلمك نفس تقطيعة البصل قبلك ليه حطها لك مربعة يلا حطها مربعة مربع مجدع لا شفت الحاسدين اي بس هذه الله يعطيك العافية ايش هكي ذي خليت سكت والله ما لقى ولدي في في والله روح الله يوفق هذه يا زين روح يا ولدي الله يوفق لا 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 الجوع ألف الجوع ألف لا حلو شو اقول لك مجوعين سرق على حلا لا لا مو حلا فاكهه اليوم بخليها حلا تعال المره الجايه ترى عندي حلا ايوه خبز والله اليوم لا لا ابشر ابشر بس بالله تكفى ابغى مبذوذه انا مصبع مش على خشب على طيب انا ابغى حركه القدر يلا حيهم
اليوم عندنا ومرحبا الف ومرحبا على خشم هذه لازم ابشر على يطي حلو هاي صح ولا لا ممتاز ابغى منها هذه قطع ذي كامله نفس الكيلو قطعها بس كشف اكفي بكفي تعال يكفيني مشى تعال انت والله ما عجبتها حركه والله تعال بعلمك انا خلينا نعوضها تعال نعوضها والله شوف تعال نعوضها زين لا تحرج يا معجب معجب تقدير يا اخي في استاذ جاي لا عجب النص سهل ابشر بس لازم صحن يشيل الحاجات انا ما ادري والله دور صحون قبل شوي ترى انا اجيب لك زبده معي برصك برصه لا تقول برصك ما هي طقه بندر شوف الحين انا لاحظت باقي لها شوي بندر شفت قبل شيء شفت يا بندر بندر ايش رايك كذا زمع لا تكفى والله مع التقرب لا 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 القبول عندك اليوم بالنسبه له صدق اشكو منو مدير التموين عندنا كيف اتبع الفراول لا هذا اللي ياكل انه ياكل هذا اللي ياكل اعطوني واحد صالح 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 امين والله صالح امين لا والله جاء اي والله خلاص انزل هذول خلاص ضبط يلا شباب سريع يعني فدوه والله ما عاد ياكل ما قلت صحن ليت ما في العرب الا محمد دنعه والله يعني فدوه كل جعبه يا ابو اتبع يدك مسكين يا ولد والله ما حد ياكل والله ما حد ياكل ابو علي ما قلت صحن هنا هنا ليتها كسرت ابو علي ليتها كسرت ليت مهم ما يبلنا يا شباب ما يبلنا يعوضنا نشوف طيب ايش رايك ناخذ دي لا تاكل دي احسن يا زين يلا يحسبونها فله يلا وصلها سلام مسحها خلاص نمش ذباب ذباب صح صح ترى صار ايش رايك سابوا سابوا الله يجيركم انكم تقطعون وتخلص كل يوم اي ما شاء الله لا عاد احد يقرب يا ولد يا عايض الحارثي لا تقرب لفداك عبد الرحمن العزيزي لا تقرب نفداك يا ملح يا ملح بعد يا ملح انا الملح وين الفراوله ضاعت لا 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 عنده يا ولد انت ماسك ترى ما هو والله يلا اظهر يا اخي ماني ما باخذ الباكل لا مشمش خوخ ولا مشمش خوخ لا هذا فركس الله عليه في واحد اسمه مشي على كل وينه من اللي قال مشعل اكلت والله الا حبه الصبح حبه واحده سالنا حالك خلاص بعدين نقول شيء طيب خلينا نقطع السريه شوف يا ابو علي ما شاء الله ما شاء الله اول شيء خلينا نعطيكم طريقه التكتك والله انا افضل شيء تسوي بصل طماطم اي حاجه هذه يدك هذه تكون معطوفه بالطريقه عشان السكين تكون كذا رايحه معك لو سويت بيدك كذا ممكن تكسر فهذا هو الطريق يلا قطعنا اللي فيه مشكلة إنه مش على ما عنده ضوء. هذا أكثر تقطيع عالي منه ولا أعرف. إيه. ما عنده. ما يخلف. لا لا أبشركم الأيام الجاية. ما عنده ضوء لا تخاف عليه. يعني. ما الله في واحد اسمه سلمان يا جماعة الخير. سلمان. نايم. موج. راقي. تعبان. قلوا. تعبان. بعلمكم. يا تعبان. سلام ترى سلمان سلام. يعني معورد. تعبان تعبان. إيه 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 إيه. الله يشفي. في ناس موصين عليه كثير واجد سلمان ده. من تعبان من ضعيف من جسمه يبي العيش زين ايوه 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 والله انكم كلكم ايوه سلام اللي طاح وين وديها هذه ناكلها خلاص اذا منها طلعت بالعافيه تو طيب مناسب بس نادر عجينه ترى كذا بتقطع اصبع لا زين ما معليش نعمه كريم كنت قلت هذا زمان زهان قبل حتى صار يسوي ما شكلها كل ابو دنا جبته جبته من هذه الله يعوضنا الله الله يرزقكم امين يا رب العالمين حلوين ما شاء الله الحمد لله الله يوفقك جنوبيين وابو ايوه الله طلع تعرف يا ماجد ابو من ابو سالم ابو سالم ايه. ابو سالم سار علينا للدمع ثانك يو ثانك يو يعطيك العافيه ايوه يا اخي حمسونا كذا اعطونا شيء هذا كان راسي محلق خلاص خلاص عجبت عملوا اللي ياكل حبكم يا زين عسلنا ما عادريك اواجهم شفا وغادا بقدير تمضي حياتي والله تبغون جد اني تحمس اسمع القرار يا خلاك زي النفسيه والتقصير والله انا مقادير وش ذنبي انا مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي انا مقادير
وترمضي حياتي ترلم مشاوير واتمنى لنا مقادير مقادير لك رب خلاني أبيع الدنيا من أجلك ومهران لو تأذاني لا لا أنت راعي مهمة وحمشي معاك للآخر تشيد سنين وأنا صابر وراح أصبر كمان وكمان وبحض الشوق العبدي يوصل لشط أمان سنين وسنين للآخر تشيد عن الحال تنشد عن الحال حالي كيف ما شفتها ابو سالم كان شفت الكاميرا شفت كيف الامور متشابهه طيب المانجا المانجا هذا هو الحال ولا اقول لكم بلاش بلاش المانجا خل المانجا بعدين اوريكم حطها هنا ابو كيصوبي المانجا عندنا عندنا كمان وكمان وبحر الشوق كذا تمام الموضوع تمام تمام بيض الله وجهك هذه نبغى ندخلها في ايش اسمه مكان الامانات عشان نحافظ عليها الى انفصل عندي إيه؟ ابو يوسف مكان الامانات ايوه ايش هذا يا الامانات هذا اللي هو الرجال ما عاد ولا انا صور قبل معاه خليك تصور راسك كذا شيلي هذه خلوني اشوف ايش وين وصل يا سلام عليك والله نفس ما شرحت بسم الله إيه. فهمها على طول شفت كيف سهله صح ولا لا ريع بالله ما هي سهله في ذمتك والله العظيم انك انت مشاهدك سهل يسعدك تدري شنو ذا هذا كاستر انطرد الشباب سلام سلام عندي خبره ترى خذ راحتك مره اعيون شوف الخبره الحين تلعب دوره ايش عندك وقت تجيك ابشر ابوك يا صبي هو يبي ثلاث يبي ثلاث ايش بك كذا حزين لا يا شيخ ابو خلصت ايش اسمه زود زود شوي ازيدها اي زيدها انا خايف تفصل عليك خلاص كذا كفايه كذا هذا عندي جد اللي فيها قليل يا ولد ايش بكم مشعل دقيقه دقيقه الموضوع طيب على كل بتاكل عرفت كل سمعت فيه خلاص 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 هذا بحب بحب خلتي بتاكل يا لا لا خلاص خلاص طيب. لا تزود لا تزود لا تزود من اللي ما اشتغل خلاص لا لا خلاص كذا كفايه خلاص يكفي خلاص يا اخي كفايه انت كيف عقلك تعود بالك ليش وين نحط هذا افتح فيك افتح فيك يمين طيب حلو ابو سالم تمام عليك هذه كذا خلينا نجهزها عشان نروح الكافي يا شباب لا يا اخي ايش الابداع ذا والله بلاي سو سو كذا سو كذا هو بي عندك فرثها يا سلام يا ول استاذ رجع شوف التقطيع تنشيل طيب الحين كيف ما هو شيء فوق شيء عصري 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 بالعافيه كذا دي تكفي عصري ايش رايك فيه؟ ما تجي تعال هنا خلاص انا ساعدت يا شباب شباب ترى في 500 درجه والله احد ناقص عليه شيء انا ما ادري ما ادري تدري في واحد جاء يا سهل رصيدي بالسالم يا سهل فيها 500 صح؟ طيب والله العلي العظيم صح بالامانه علي 4000 خصم قول لا اله الا الله لا حول ولا قوه علي 2000 اضبط نفسك ها اضبط نفسك منضبط منضبط اسبوعين راحت عليه 13 في ملعقه ولا ما في؟ انا ابغى ملعقه ابشر بس عندك يدي لا لا دخيلك انا ذاك جيب لنا ملعقه ولا الشوكه ولا هذه اللي هنا وفي ايوه شوك عادي طيب كل كافي ارتست لا 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 تكفى لا تعيد لا تعيد ما شاء الله يا اخي ايش لا تعيد عيوني هذا هو خلنا ناخذ من الكيو بالله ايش رايكم ما يمكن اشرق قول له شيء شفت الحلا السهل ذا تدق في القهوه طال عمرك وحلا على كيف كيفه هذه ايش اللي جوا هذا تارت مصنوع من بسكوت الزبده واللي جوا هذا الكريمه ذي هذا كاستر كاستر سهل يجي في علب نقدر نسويه يجي في علب حط معه بودرة وحليب ونسوي الكاستر ذا بسيط خلاص وهذه فواكه والفواكه نحطها فوق اي قطعها لاني شبت في ذي المشكلة الله يعطيكم العافية كبرتوها انت ما عليه عادي خلاص بنحط شيء شو اسمه شيء مانجا ولا ذا ولا ذاك يلا طيب ولا ايوه الفلفل هذه كذا هاشرايح سلام
هذا ضبطها انت. عندي فكره نحط ذي التوت كله هنا وناكل ذي احنا. صح؟ لا 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 ملا شوي. لا لا لا, لا شوف شفتك قالك شوي. شوف كذا. ايوه لا لا هو مفروض في قلفزات عشان ترى من ضمن الاشياء. شوف ابى اقول لكم معلومه, ترى اذا بتسوي اكل للعالم ولا للناس ترى المفروض تلبس قلفزات, ما هو لك لك اذا هو لك وربعك اللي حولك. عشان ناخذ هذا اللي حولي. ها تسوي اكل للناس تلبس قلفزات. البس قفاز, البس قفاز. يلا واشوف اجل 500 درجه يا رجال, ترى ما لي دخل. واشوف انا بطلع بشوف, ابى اشوف كذا من هنا اشوف كيف التعامل. واسول الله يوفق منها بذل ثراوله كامله. لا اي والله يوفق. والله ما تنزل في الحباره. والله ما نبنى خلاص في الحباره. في الحباره خلاص ما عاد تنزل. هذه انا نشبت ذي اللي في النص. الله يجيك. خلها هناك وعدنا نكلمك على سواء. انا جد اي يلا رتب. الله يوفق. اسمع بالله يضبط لي زينها لي صح. مانجا تدري لحد الان ما حد خذ الاول غيري انا في العصر. اي صح. ما انت ما في مثلك في الارض. اعطني 500 واسحب عليهم. 500 طماعه ابو زحب. بفكر واشوف. باقي افكر. تعال شوف في لقطات باقي في مخي الى الحين لازم تروح. اذا راح افكر خلاص والله ما نتمر. اي بشوف بشوف بتابعك ترى. تابعني. اي عشان اتمر. طيب حلو. طيب حلو. شوفوا ترى انا يمكن اسوي, انا بقول لكم شيء. طبعا سوينا في تويتر كذا مراجعه لما نزل البوست عندي. قالوا بيجي بندر الشهري جاي. العالم كله تصيح يقول سلمان تكفى المكرونه مثل البغلاوي يجيب مكرونه. ما ادري ايش غصن في ابراهيم بعدها. لا يا شيخ ما تهنيت. اللي سوى المكرونه طلعوه ابراهيم. طيب هي ايش رايكم؟ سوينا مكرونه طلع ابراهيم. ابي اثنين يبي يبقون معي هم اللي بيسوون المكرونه. وين سلمان؟ جاهزين سلمان معه ورد. معه ورد الرجال. سلامته والله. الف لا باس عليه. خلاص ترى ايوه تمام ايوه. طيب وزعت خلاص. إيه خلاص وفك الله. هيا خلاص نعم لعبه بس هاي بالله. دقيقه ايوه شفتوا كيف شوي ايوه كبيره. استاذ بندر ها عيوني معك خلاص ترى نرفعها. يا سلام يا سلام الكاميرا تشوفها. يا طيب ابدع ممكن الكاميرا تنقل. كيف الابداع؟ ها هاي ايش رايكم؟ ترى لو انكم هديتوا شوي كان خلصناه في اسرع من كذا. اي والله يا سلام. اي والله هذا صح جدا بسيط. فواكه وكاسترد وعندكم شوي بسكوت. هذا الحين انت الامانه عندك. هيا على منصه القهوه هناك عشان تبدعون. وابغى اثنين اللي هو معي. بتكون معي؟ خلاص بيكون معي. بنسوي العشاء احنا بنضبطه كل شيء. انت روح للقهوه بالفراوله. روح للقهوه بالفراوله. الله يعطيك العافيه. انت ما غير والله ما عليه بشوف يمكن درجه ونص درجتين بسيطه يا رجال. ما عليه. في لحبه الله يوفقك. يلا توفق. يلا ايوه اضبط وضعك. ها بيختم. طيب خلاص يلا. احنا ايش قلنا قبل شوي؟ والله ودي اهب لك 50 درجه قسم بيتك. بس انت والله ما اعطيتني فرصه. ليه؟ ما يلا ما قاعد. لا شوف قاعد فوق الطاوله يا مسلم. احنا نصيح تونا نقطع فواكه عليها. هزم. ما معك درجه اليوم. على العموم يا حباني ننتقل للفقره الثانيه بمشيئه الله. حاب ننتقل للفقره الثانيه درجات. طيب على خشمي بس انت روح وانا بتفاهم الباقي. نروح الفقره الثانيه ان شاء الله. توكلنا على الله. ننتقل للفقره الثانيه اللي هي اعداد القهوه. توكلنا على الله. عيوني ارحب. هيا هاكم انت صحت علي قبل شوي دكتور. ولد قول له يسوي لي فلات وايت بس. لا اللي بعلمه. يا سلام. على ترى شوف بنحطها بمكان ما حد يجيها. بنحطها بمكان ما حد يجيها. ما في حطها فوق احنا. ربع ياكلون. يمدي تحطها فوق. طبعا هذا الحلا سوينا لك هديه. اي مكان ما في اي مكان ما حد بيجي. هات صاله
صالحين هنا تعال تعال والله ياكلونه تعال لا لا عندي عندي نبغاها نبغى اسمع حنا. السلام عليكم حياك الله مشاهدينا الكرام. طبعا شوفوا اليوم صالحنا جايب لنا هديه الله يعطيه العافيه. هذه انت سويتها ما شاء الله تقول لي هذه يعني كل واحد سواها واحده كل واحد سواها يعني متشاركين فيها يعني. جميل لان هنا باقي شيء الصدق الصدق لا أنا والله مصدقكم مو بندر ابد اسمع اليوم جايين الشيف الكبير بندر الشهري الله يبيض وجهه زي ما انت شايف. اهلا ضبطنا لنا بحلا جميل شي مع قهوة حبرو يا سلام بس يبينا نخبيه عرفت ما ادري ايوه لا ما عندك فان كيف الحال والله تاخذه حياك الله نادر كيف حالك؟ اهلا وعليكم السلام شباب متحمسين طبعا الشباب